بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. يقول المؤلف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الخمسة غير أبي داود، وصححه الترمذي والحاكم. قول المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، الحريصة على استجابة الدعاء والدعاء النافع، ولذا سألت النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أعلم الخلق بما يصلح في هذه الليلة: أرأيت إن أريت ليلة القدر ماذا أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. قولي: اللهم يا الله، اللهم يا الله، فقول اللهم تعادل يا الله. اللهم إنك عفو، قدمت رضي الله عنها أنه هو العفو، هو الذي يملك ذلك لا غيره. اللهم إنك عفو تحب العفو، فصفته جل وعلا أنه يحب العفو والعافية، يعفو عن طالبين العفو ويثيبهم جل وعلا. تحب العفو فصفة المحبة من صفات الباري جل وعلا، أنه يحب الاستغفار، يحب الصلاة، يحب الصلاح، يحب الاستقامة، يحب الدعاء من العبد. اللهم إنك تحب العفو فاعف عني. فما سأل المرء شيئا عند الله جل وعلا أعظم من العفو، إذا عفا عن سيئاته وغفرها جل وعلا أدخله الجنة، لأن الله جل وعلا عفو كريم، يحب العفو، يحب أن يعفو عن عباده. فأفضل ما يكون هذا الدعاء في أوقات الإجابة، لعل الله جل وعلا أن يستجيبه، ولا يمنع أن يقوله المرء دائما وأبدا، حتى وإن لم يكن في ليلة القدر يقول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وفي قوله رواه الخمسة، الخمسة هم الإمام أحمد رحمه الله، والإمام الترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وأبو داود، خمسة استثنى منهم غير أبي داود فإنه لم ير هذا الحديث، وصححه الترمذي والحاكم. فالحديث صحيح، يستحب للمرء أن يواظب عليه دائما وأبدا في ليلة القدر وفي غيرها، لأن الله جل وعلا يحب من عباده أن يسألوه ليغفر لهم ويعطيهم سؤلهم. نعم. قال المؤلف: صححه الترمذي والحاكم ووافقه الذهبي. وقال الشيخ: صديق بن حسن في نزل الأبرار رويناه بالأسانيد الصحيحة في كتب الترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
قلت يا رسول الله رأيت إن علمت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. قال الترمذي حديث حسن صحيح. ما يؤخذ من الحديث؟ أم المؤمنين رضي الله عنها من حرصها على أفضل الدعاء في تلك الليلة التي علمت أن الدعاء مستجاب فيها وأن النداء مسموع فيها تسترشد من النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل دعاء تقوله في ليلة القدر إن علمتها، فأخبرها صلى الله عليه وسلم بأحسن وأفضل ما تقول. هذا الدعاء سأله عنه صلى الله عليه وسلم أحب الناس إليه وأرشده إليه بطريق إعطاء النصح في المشورة، والذي اختاره هو أعلم الناس بمعناه، فيكون لهذا الدعاء مزايا القبول كلها. الدعاء المذكور هو أفضل مسؤول من الله تعالى، فعفو الله عن عباده معناه الصفح عن الذنوب ومحو السيئات وترك المجازات عن الهفوات الكبيرة والصغيرة، ولهذا بعد هذا إلا الرضا عن المعفو عنه وإحلاله دار كرامته، وهذا هو غاية المطلوب. هذا الدعاء جمع آداب الدعاء، فقد ابتدأ بلفظ اللهم، وهو عوض عن يا الله، فالميم بدل من الياء. وأصح الأقوال إن لفظ الله هو الاسم الأعظم الذي إذا دعي به الله الذي إذا دعي الله به أجاب، لتضمنه معنى الإلهية والعبادة. ثم إن جملة إنك عفو فيها تأكيدات لإثبات صفة العفو لله تعالى. تحب العفو فيه إثبات محبته اللائقة بجلال الله تعالى للعفو عن المستعين. فاعف عني فيه إثبات حكم العفو ومقتضاه لله تعالى. ففي هذه الجمل التوسل إلى الله بصفته المناسبة للمطلوب ومحبته للعفو وقربه منه بأن يعفو عن الداعي. فإذا صادف هذا الاسترحام والتذلل من القلب الخاشع وفي ليلة مباركة ومن عبد مخلص منيب، فهو حري ألا يرد وأن يستجاب لصاحبه، لأن قبول الدعاء له أسباب وآداب، وهذه أهمها. من فقه عائشة رضي الله عنها أنها اختارت لهذا الوقت الفاضل الدعاء بأفضل مطلوب، حتى إذا حصلت الإجابة وإذا الهبة والعطية جزلة. وللنسائي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سلوا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة، فما أوتي أحد بعد يقين خيرا من المعافاة. قال في الروض وحاشيته: فالشر الماضي يزول بالعفو، والحاضر بالعافية، والمستقبل بالمعافاة، لتضمنها دوام العافية. فهذا من أجمع الدعاء، وينبغي الإكثار في ليلة القدر من الدعاء والاستغفار، لأن الدعاء فيها مستجاب، ويذكر حاجته في دعائه الذي يدعو به تلك الليلة. يذكر حاجته فيما يريد من الدعاء إن ذكرها، وإلا فالله جل وأعلم بما يريد عبده. فينبغي للإنسان أن يكثر من الدعاء ويتضرع إلى الله جل وعلا، وإن اشتغل بذكر الله عن مسألته فالله جل وعلا وعده بأن يعطيه أفضل ما يعطي السائلين. نعم. الحديث الآخر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى.
متفق عليه. هذا الحديث فيه نهي ونفي لجواز شد الرحل إلى غير هذه المساجد الثلاثة، وذلك لفضل هذه المساجد لا تشد الرحال، نفي ونهي عن شدها إلى غير هذه المساجد على سبيل التقرب إلى الله جل وعلا. فورق بين شدها للتجارة أو للزيارة أو لغير ذلك، هذا لا بأس به، لكن لا تشد الرحال تقربا إلى الله جل وعلا في زيارة بقعة ما إلا لهذه المساجد الثلاثة، وذلك أن المسجد الحرام هو أفضل المساجد وأقدمها، ثم يليه في الفضل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يليه في الفضل المسجد الأقصى وهو بيت المقدس، وسمي بالأقصى لأنه أبعد المساجد الثلاثة عن جزيرة العرب وعن مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الشد لغير هذه المساجد فهو محرم ولا يجوز، لأنه من البدع المحدثة. كان يشد الرحلة لزيارة مسجد العباس مثلا في الطائف، أو لمسجد آدم المنسوب إلى آدم في جدة، أو مسجد كذا أو مسجد كذا، فلا يجوز، وإنما تشد الرحال إلى هذه البقاع الثلاثة تطلبا لرضا الله. وأما شدها للتجارة والزيارة العادية وغرض حكم أي شيء من الأحكام فلا بأس به، ما لم يكن شدها للعبادة. وهذا كناية عن الذهاب إليها، لو ذهب إليها بالطائرة أو في غيرها فلا يجوز أن يذهب لغير هذه المساجد المعلومة، وذلك أن المسجد الأقصى أسسه الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهو قبلة المسلمين، وهو قبلة المسلمين الأولى وقبلة الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. مفردات الحديث: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، تشد بضم الدار المهملة على ألا أن على أن دار المهملة يعني غير المنقوطة غير الذال، شد يشد شدا. نعم. تشد بضم الدار المهملة على ألا النافية، ويروى بسكونها على أنها ناهية، وهو مبني لا تشد النهي ما يحتاج إلى جزم، وإنما الجزم النفي لا يجزم الفعل معه، وأما النهي فهو الذي يجزم، فيجوز أن يقال لا تشد مجزوما من باب النهي، من باب النهي، وأما باب النفي فإنها تكون مضمومة. لا تشدوها إلا إلى ثلاثة مساجد. هو مبني للمجهول، جاء بلفظ النفي بمعنى النهي، بمعنى لا تشد الرحال. ونكتة العدول عن النهي إلى النفي حمل السامع على ترك الفعل، فيكون أبلغ بألطف وجه. قال الطبري: النفي أبلغ من صريح النهي، لكأنه لا يستقيم أن يقصد بالزيارة إلا هذه البقاع لاختصاصها بما اختصت به. الرحال جمع رحل، وهو للبعير كالسرج للفرس،
الرحلة اللي يجلس عليه مع راكب البعير، لا شد الرحال، الرحل الذي يجلس عليه راكب الرحل راكب البعير لا شد، عبارة عن هذا يعني أنه لا يسافر ولا يقصد ركوب البعير إلا لأجل هذه الأمور الثلاثة الشرعية. وأما العادية فلا بأس بشد الرحل للزيارة أو للتجارة أو للبيع والشراء ونحو ذلك. نعم. الرحال جمع رحل، وهو للبعير كالسرج للفرس، وشده كناية عن السفر لأنه يلازمه غالبا، وهذا من باب الحصر عند علماء البلاغة، ومن أدواته عندهم النفي والاستثناء كهذا الحديث، فإنه أفاد تخصيص جواز السفر إلى المساجد الثلاثة دون غيرها من البقاع: المسجد الحرام أي المحرم، وفي إعراب المسجد الحرام وجهان: الأول الجر على أنه بدل من الثلاثة، والثاني الرفع على الاستئناف. لا شد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام بدل من ثلاثة، وثلاثة مجرور بإلى، والرفع على الاستئناف كأنه قال شد الرحال إلا ثلاثة مساجد وهي المسجد الحرام ومسجدي هذا. نعم. ومسجدي هذا، واسم الإشارة للتعظيم. ومن أجل الإشارة خص النووي مضاعفة الثواب في المسجد الذي على عهده صلى الله عليه وسلم، والذين يغلبون الاسم عمموا المضاعفة لكل الزيادات التي ألحقت به. بعض العلماء يقصر الفضل في المسجد النبوي على المسجد الموجود حال حياته صلى الله عليه وسلم، وهذا قول مرجوح، والراجح أن المسجد النبوي يشمل كل المسجد وما زيد معه إلى يوم القيامة إلى آخر الدنيا، لو زيد إلى آخر المدينة فإنه يشمله الفضل بإذن الله، والمسجد الحرام كذلك، والمسجد الأقصى كذلك، أي أن فضله في حدود المسجد الأقصى القديم. والقول الراجح أن المسجد هو ما سمي ما ألحق به من الوسعة والضيق. والمسجد الأقصى بإضافة الموصوف إلى الصفة، وهو جائز عند الكوفيين وقول عند البصريين بإضمار المكان، وسمي الأقصى لبعده عن المسجد الحرام في المسافة. وقال الزمخشري: سمي أقصى لأنه لم يكن حينئذ وراءه مسجد، وقيل غير ذلك. ما يؤخذ من الحديث: ساق المؤلف رحمه الله هذا الحديث ليبين للقارئ أنه لا يصح أن يقصد بالزيارة وشد الرحال والسفر إلا هذه المساجد الثلاثة، فهذه المساجد الثلاثة لها مزايا وخصائص ليست لغيرها من البقاع. أولا: مضاعفة ثواب الأعمال فيها، فقد روى الطبراني في الأوسط عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، والصلاة في بيت المقدس 500 صلاة. قال ابن عبد البر: إسناده حسن، كما روى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال: صلاة في مسجدي خير من ألف صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام. ثانيا: إن هذه المساجد الثلاثة بناها أنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فالكعبة المشرفة بناها إبراهيم وإسماعيل، والمسجد الأقصى بناه يعقوب، ومسجد المدينة بناه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه المزية لا يلحقها غيرها من المساجد والبقاع، فالمكي قبلة الناس وإليه حجهم، والمدني أسس على التقوى، والأقصى قبلة الأنبياء السابقين وأولى القبلتي المسلمين. بين هذا الحديث الشريف أن السفر لا ينشئ لأية بقعة من بقاع الأرض بين هذا الحديث الشريف أن السفر لا ينشأ لأية بقعة من بقاع الأرض إلا لهذه المساجد الثلاثة، كما في حديث الباب: لما لها من المزية على غيرها، ولورود شرع الله تعالى بالإذن بشد الرحال إليها. مفهوم الحديث أن غيرها من البقاع لا يجوز شد الرحل إليه للعبادة وأما للعادة كالسفر للنزهة أو للتجارة أو لزيارة أخ له هناك أو نحو ذلك فلا بأس، لكن ما تشد الرحال إلى بقعة من البقاع عبادة لله إلا لهذه المساجد الثلاثة فقط. نعم. مفهوم الحديث أن غيرها من البقاع لا يجوز شد الرحل إليه للعبادة ولا السفر إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصر ذلك على هذه المساجد، وأعظم ما يكون وأشده فتنة هو شد الرحال والسفر إلى القبور، سواء كانت قبور أنبياء أو صالحين أو غيرها. شد الرحال إلى قبر من القبور أو زيارة مقبرة أو زيارة مكان للعبادة غير هذه الثلاثة محرم ولا يجوز، فلا يجوز للمسلم أن يتوجه إلى المدينة مثلا لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يتوجه إلى المدينة لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا وصل إلى المدينة له أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه، وله أن يستمتع بما شاء من الزيارات التي تجوز كزيارة شهداء أحد وزيارة أهل البقيع ونحو ذلك من الأمور، لأن هذه لا تحتاج إلى شد رحل. لو قال لنا قائل: إني أريد أن أزور المدينة لأصلي في مسجد قباء، قلنا: لا يا أخي أحطأت. يقول: أزور المدينة لأزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، نقول: لا يا أخي أخطأت. يقول: أزور المدينة لأصلي حول القبور أحد، قبور المسلمين الشهداء أحد أو قبور البقيع أو نحو ذلك، نقول: لا يا أخي أخطأت، وإنما عليك أن تزور المدينة لزيارة المسجد النبوي، فإذا زرت المسجد النبوي فلك أن تزور ما شئت مما قرب من المدينة. نعم. فإن شد الرحال إليها غلو. مفهوم الحديث أن غيرها من البقاع لا يجوز شد الرحل إليه للعبادة ولا السفر إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم
قصر ذلك على هذه المساجد، وأعظم ما يكون وأشده فتنة هو شد الرحال والسفر إلى القبور، سواء كانت قبور أنبياء أو صالحين أو غيرها، فإن شد الرحال إليها غلو في أصحابها ووسيلة قريبة إلى الفتنة التي قد تصل إلى عبادة أهلها ودعائهم من دون الله. فإذا وصل إلى عبادة هذه الأهل القبور ودعائهم من دون الله فقد وقع في الشرك الأكبر، لأن دعاء الأموات شرك أكبر مخرج من الملة. ما زيد في هذه المساجد الثلاثة فهو تابع لها بالمضاعفة وحصول الثواب الأصلي منها. قال في الفروع: ظاهر كلام أصحاب الإمام أحمد في المسجد الحرام أنه نفس المسجد، وهذا ومع هذا فالحرم أفضل من الحل، فالصلاة فيه أفضل. وذكر القاضي وغيره مرادهم في التسمية لا في الأحكام، وقد يتوجه من هذا حصول المضاعفة في الحرم كنفس المسجد، وجزم به صاحب الهدي من أصحابنا. وقال الشيخ: ظاهر والله أعلم أن المضاعفة إن شاء الله في سائر مكة، في سائر حدود الحرم، وإلا في المسألة أربعة أقوال. قال بعضهم: المضاعفة خاصة بمن صلى داخل الكعبة، وأما ما كان خارج الكعبة فهو في المساجد الأخرى سواء. الثاني: أن المسجد الحرام فضله فيما كان داخل المسجد كله، هذا المسجد الحرام كله الصلاة به مضاعفة فيما بني من المسجد الحرام. الثالث: أن المضاعفة في مكة كلها. الرابع: أن المضاعفة في الحرم كله بما في ذلك منى وعرفات، منى والمزدلفة، وأما عرفات فلا تدخل في التفضيل لأن عرفات خارج حدود الحرم. فالأقوال في المسألة هذه أربعة أقوال: قول أن المضاعف هو العمل، هو الصلاة في المسجد الحرام داخل الكعبة، وقيل أخي المسجد الحرام ما كان داخل هذا المسجد، وقيل المسجد الحرام مكة وحدها، وقيل مكة وما جاورها من الحرم إلى خارج أميال الحرم، فخارج أميال الحرم تختلف عن داخلها. ولذا روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عسكر بالحديبية حينما منع المشركون من التقدم إلى مكة كان يدخل في حدود الحرم فيصلي صلواته صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: إن المضاعفة والثواب تعم الحرم كله، وهو ما أدخلت الأميال. وذكر ابن الجوزي رحمه الله أن الإسراء كان من بيت أم هانئ عند أكثر المفسرين، فعلى هذا المعنى فالمراد بالمسجد الحرام كله، فالمراد بالمسجد الحرام كله. قول ابن الجوزي رحمه الله يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من بيت أم هانئ خارج المسجد، فقال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فسمى الله جل وعلا بيت أم هانئ داخل المسجد الحرام لأنه داخل أميال الحرم، ولعل هذا هو الراجح إن شاء الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت المضاعفة داخل المسجد فقط
ما كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه لما جاء لحجة الوداع يصلي بهم في الأبطح، ومن المعلوم أن الأبطح خارج المسجد فهو داخل في التفضيل بإذن الله. وسمى الله جل وعلا المسجد الحرام كل المنطقة، كل منطقة المسجد الحرام بما في ذلك الحرم، بما في ذلك منى ومزدلفة، كلها خارج مكة وهي داخل أميال الحرم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما رأيكم أيها الإخوة عما قلت لكم أمس؟ اللي يرى أننا نستمر في حديث لنأخذ الأحد أحكام الحج كلها من هذه الأحاديث يرفع يده. ما شاء الله، خلاص ما بدي حد أجل. نستمر إن شاء الله ونؤجل درس الفرائض ودرس الفقه إلى ما بعد الحج إن شاء الله إن كان في العمر بقية. يقول السائل: من مات له قريب في المدينة يحتاج الذهاب لها لإنشاء سفر، فهل يسافر للتعزية أو لا؟ السفر لأجل التعزية أو شهود الجنازة أو نحو ذلك هذا لا بأس به، قرب أو بعد، لأنما هذا سفر للبقعة، يسافر إليه في الرياض أو في مكة أو في المدينة أو في جدة أو في أي مكان فيه، يقصد السلام على أهل الميت وتعزيتهم ونحو ذلك، هذا لا يعتبر قربة من الشرع، وإنما هذا عبادة لله أثنى الله جل وعلا على المعزين، وليس عبادة خاصة بهذه البلدة. ومن عزى مصابا فله مثل أجره كما قال صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: أنا من مكة ودائما أسافر إلى جدة وأنا عازم على الحج، هل لابد أن أدخل مكة بعمرة؟ لا يا أخي، ما يلزم السفر إلى جدة أن تعتمر، إن اعتمرت فلا بأس، وأما إذا لم تعتمر فلا بأس عليك، لأن مكة وجدة قريب بعضها من بعض، فلا يعتبر سفرا، وتقاس جدة على مكان الرعاة الذين يخرجون بالإبل يرعونها حينما يأتون للحج، فإذا خرجوا للإبل إبل للرعي فإنهم ما يلزمهم أن يحرموا إذا أرادوا دخول مكة، وإنما يدخلونها بدون إحرام، فإذا عزموا على التوجه إلى منى أحرموا.
يقول السائل: أسكن في قرية والمسجد قريب مني، تتواجد فيه الجماعة بعض الأحيان والبعض لا توجد فيه، هل أصلي فيه أم أبحث عن مسجد آخر؟ ما يلزمك أن تبحث عن مسجد آخر إلا إذا كان قريب وتصل إليه بدون مشقة فيحسن هذا. يقول السائل: امرأة جاءت الحج قبل عامين، وعندما عادت إلى بلدها وجدت في متاعها محفظة ب100,000 ريال، ماذا تفعل؟ عليها أن تتأكد لمن هذه وتدفعها إلى صاحبها، فإن لم تجده ولم تهتدي إليه بعد بذل الجهد في الحصول عليه فعليها أن تتصدق بها عن صاحبها. والغالب أن مثل هذه تجد صاحبها لأنها مبلغ كبير، وتسأل من رأته من رفقتها ومن حولهم. يقول السائل: ما حكم من يشد الرحال من أجل الموت والمدينة أو مكة؟ لا بأس بهذا، كان يشد الرحلة من أجل أن يموت في المدينة أو يموت في مكة، لا بأس بهذا، وهذا ليس من شد الرحل للعبادة. يقول السائل: ما حكم من يشد الرحال إلى مسجد الراجح في مكة للاعتكاف ولا يعتكف بالحرم؟ هذا لا بأس به إن شاء الله، لأنه حينما يشد الرحلة يريد مكة، يريد فضل العمل في مكة، فاختار هذه البقعة ليعتكف فيها وهي داخل المسجد الحرام على الصحيح. يقول السائل: صلينا العيد في المدينة أمام الإمام عن يمينه وعن يساره، قالوا للضرورة يجوز، هل الصلاة صحيحة؟ نعم، الصلاة صحيحة إن شاء الله، لأن الإنسان قد يضطر للتقدم للإمام على الإمام، ولذا قالوا يجوز التقدم على الإمام في حال الضرورة، كأن يكون المرء في يوم الجمعة أو في صلاة الجنازة التي يكثر فيها المصلون أو في صلاة العيد ونحو ذلك. يقول السائل: أتيت إلى المملكة زيارة ومكثت في مكة منذ نصف شعبان، ثم قمت بالسفر إلى الطائف في شهر شوال لعمل استغرق أسبوع، ثم رجعت منها بعمرة، ثم ذهبت مرة أخرى وعدت منها بعد أسبوع بدون إحرام أو عمرة،
فمن أين أحرم للحج؟ وهل علي شيء؟ وهل أعتبر متمتعا وعلي هدي؟ ليس عليك شيء ما دمت قدمت إلى مكة في شهر شعبان، فلك الإقامة فيها، فإن قصدت الإقامة باستمرار فأنت من حاضر أهل حاضر المسجد الحرام، وإن قصدت الإقامة إلى الحج فأنت حاج، لك أن تقيم فيها إلى الحج ولا بأس عليك إن شاء الله. يقول السائل: أيهما أولى، أحج عن نفسي نفلا أم عن ابن المتوفى وعمره 20 عاما؟ أولى ما يعمل المرء من عمل صالح أن يجعله لنفسه، فهو أحق بالعمل الصالح، وما يدريك لعل في فريضتك السابقة نقص، فإذا كان فيها نقص فنافلتك تكمل النقص، وإذا لم يكن فيها نقص فعملك صالح تؤجر عليه. وأما غيرك فيحسن ألا تعهبه حجك ولا عمرتك إلا في حال كأن تكون مستأجرا لذلك. أما نفسك فأنت أولى بالعمل الصالح بها من غيرك. يقول السائل: قمت بعمرة في شهر ذي القعدة متمتعا بها إلى الحج، هل يحق لي أن أخرج من مكة، أو هل يجوز لي أن أخرج من مكة إلى جدة والطائف بدون عمرة عند الرجوع إلى مكة؟ أما إذا خرجت إلى جدة فلا بأس أن تعود بلا عمرة، وأما إذا خرجت إلى الطائف فالطائف مسافة قصر وهو بعيد عن مكة، والميقات بينك وبين مكة، فعليك أن تحرم من الميقات وتدخل مكة بعمرة إن شئت أو بحج. يقول السائل: من تجاوز الميقات ولم يحرم خوفا من أن يمنع من دخول مكة ثم أحرم من الحل جوار مكة، ماذا عليه؟ عليه هدي، لأنه تجاوز الميقات بدون إحرام يجب عليه الهدي، فإن لم يستطع صام 10 أيام لتركه الواجب، والواجب عليه أن يحرم من الميقات، ولا يلزمه أن يتجرد من المخيط. يقول السائل: هل صحيح أن مسجد نمرة بعضه خارج عرفة وبعضه داخل عرفة، وأي جهة هي خارج عرفة؟ نعم صحيح، لأن مسجد نمرة قسم منه مقدمته خارج عن عرفة، الوقوف فيها ما يجزي ذلك عن الحج لأنه خارج عرفة،
والمؤخرة منه داخل عرفة. يقول السائل: نقول أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، فما معنى كلمات الله التامة؟ لا بأس أن يقول أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، لأن كلمات الله جل وعلا صفة من صفاته، وقد ورد في الحديث أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، فالكلمات كقول الله جل وعلا وليست ذاتا منفصلة عن الله تبارك وتعالى، بل هي صفة من صفاته، والتعوذ بالله أو بصفة من صفاته كله جائز بحمد الله. يقول السائل: أنا أطوف بالبيت وأجعل ثوابه لوالدي أو والدتي، هل هو جائز أم لا؟ هذا يجوز، وإذا جعلته لنفسك ودعوت لوالديك ولمن أحببت من إخوانك المسلمين فهذا لعله أولى بأن تؤثر غيرك بثواب الحسنات التي تحصل عليها. يقول السائل: هل يجوز للمرأة دخول الحرم وهي حائض؟ نعم، يجوز لها الدخول، لكن لا يجوز لها المكث. دخول الحرم لا تمنع منه المرأة إذا كانت حائض أو نفسا وأمنت تلويثه، لكن لا يجوز لها الجلوس فيه. فرق بين الجلوس والمكث، فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة أن تدخل الحرم وهي حائض، تدخل المسجد وهي حائض، بخلاف الجلوس فيه فلا يجوز. يقول السائل: الذي في بيته في حدود مكة ينام بنية الاعتكاف لأنه داخل الحرم. لا يا أخي، لا يجوز له النوم في داخل بيته، خاصة سواء كان داخل بيت داخل الحرم أو خارجه، لأن بيته لا يعتبر من المسجد، والاعتكاف في المسجد الذي يعتكف فيه فقط، ولا يلزم أن يكون داخل الحرم أو خارجه. يقول السائل: الحاج والمعتمر إذا جاوزا الميقات ولم يحرم ثم رجع إلى الميقات وأحرم، فهل عليه شيء؟ لا، ليس عليه شيء، ما دام رجع إلى الميقات وأحرم منه فليس عليه شيء على الصحيح. وقيل إذا جاوزه لزمه الهدي سواء رجع أو لم يرجع، لكن القول الأول لعله أقرب إلى الصواب إن شاء الله.
يقول السائل: من عليه هدي جبران ولا يملك قيمته، ماذا عليه؟ عليه صيام 10 أيام، والصيام يجوز في مكة وفي خارجها، يقول السائل: كنت في عمرة فات وقت الصلاة فصليت مطبعا، فهل صلاتي صحيحة؟ صلاتك صحيحة، لأن الاطباع سنة في حال أول طواف تقدم به إلى مكة، سنة. فإذا صليت مطبعا فلا بأس عليك، لكنك لا يحسن أن تصلي مطبعا، لأنك تكشف بعض أكتافك، فإذا سترتها كلها فذلك أولى. يقول السائل: هل يجوز صيام 3 أيام في ذي القعدة لعدم استطاعة الهدي؟ إذا كنت قد اعتمرت قبل هذا وتعرف أنك لا تستطيع الهدي فلا بأس عليك أن تعجلها، والأولى أن تؤخرها إلى 10 الأول من ذي الحجة، فتحج وأنت يعني تترك الصيام إلى وقت تعلم أنه لا يمكنك الهدي. أما إذا عجلتها في ذي القعدة فقد يجوز أن يسوق الله لك رزقا قبل وجوبها وقبل وقتها، فلا ينبغي ذلك، فإن فعلت ذلك فلا بأس عليك إن شاء الله. يقول السائل: هل هناك فرق بين المسجد الحرام وبين الحرم، وهل الأحكام واحدة؟ نعم، هناك فرق كبير، فالمسجد الحرام قد يطلق على خارج المسجد هذا، وقد لا يطلق إلا على المسجد هذا، وأما الحرم فيطلق على جميع حدود الحرم من أمياله إلى أمياله، من أميال الحرم إلى أمياله، كل هذا يسمى الحرم، الحرم المكي. لكن المسجد الحرام قد لا يطلق إلا على المسجد أو ما حوله. يقول السائل: هل يلزم الجمع بين الحل والحرم في الحج كما في العمرة؟ نعم يا أخي، يلزم ذلك، لأن الحج يحرم من مكة من الحرم ويخرج إلى منى وعرفات، وعرفات من الحل، وكذلك العمرة يحرم من الحل ويدخل الحرم، فلا بد من الجمع بين الحل والحرم في كل نسك. يقول السائل: دخل رجل مكة لانتظار الحج من غير إحرام وقصده الحج مفردا ولم يدخل محرما خوفا من المنع، ماذا عليه؟ الواجب عليه إذا دخل بعد دخول أشهر الحج أن يدخل محرما بالحج أو بالعمرة أو بهما معا، ولا يجوز له أن يدخل بلا إحرام. أما إذا قرب الحج فعليه أن يخرج ليحرم من بالحج من خارج الحرم ليدخل مكة محرما، يكون دخوله مكة مشروعا. هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.